بعضهم إذا تحدثت بتفاؤل في المجلس قال ولو النكبة قادمة بعضهم يصنعون النكبة نعم النكبة قادمة الأيام القادمة سوداء والله إني أنتظر توقع بعضهم يتوقع بطشا ونازلة وفاجعة لثلاثين سنة وهو يروج مش مخدرات يروج الإحباط في الأمة ويروج في الناس لا تثقوا في الله والله إنما خلف الأكمة خلفها الذئاب والحيات والله ما فيه العافية يا ابو فلان الله عين خير الله يجزاك خير الكون لا يمشي صدفة هذا بتدبير الحكيم العليم يا أخي اتق الله في نفسك الله الذي خلق كل شيء جعل العاقبة للمتقين والعاقبة بيد رب العالمين أنت مخوفنا ليه أنا نعم لا أريد أن أفرط في التفاؤل السلبي لكني أنا أثق في ربي ولذلك لماذا نتكلم عن التفاؤل لأننا في زمن حقيقة أحبابي نكبات الاقتصادية الآن التي تحيط بالعالم الحروب التي تحيط بالعالم آلام نراها عبر الشاشات أنت لو تشوف لك أخبار بالريموت وتشوف أخبار أصبت بي يضيق مباشرة على يعني. تترك طعامك تدمع عينك وجميل أن أدمع عيني وترجم الدمعة بدعوة وبصدقة لكن بعضهم لا يلتفت ويقول هلك الناس والله انا متوقع نكبه بعد سنه سنتين، يا اخي اتق الله عيّن خير، اذكر الله يا اخي الحبيب، ولذلك هؤلاء الذين يحبطون ويثبطون وينشرون التشاؤم فينا اقول لهم كان حبيبنا عليه الصلاه والسلام يعجبه الفأل يعجبه ثم عرف الفأل في حديث انه الكلمه الطيبه. كلمة طيبة ولذلك كلمة سالم الله يسلمك ما شرح صدري امرأة كانت يعني أتت إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم وكان اسمها اسمها قبيح فسماها الحبيب جميلة يثرب أتاها فسماها طيبة حزن بن سعد الساهري الساعدي سماه سهل بن سعد الحبيب كان يحب التفاؤل حتى يتفاءل بالأسماء وبعض الناس لا مقفل وشارب يعني شطر الليمون ومتمضمض بغراء معليش ها هذا <applause> تشفير <applause> ليه انا اريدهم يبتسم احبتي لان كيف بغراء خلاص الح... يا اخي ما اصبنا بنكبه ولا نصاب انت اللي احرقت زهره حياتك يا اخي كن مع الله واحفظ الله يحفظك ان مع العسر يسرا نحن نقول الكون لو كان يدبر قوى عظمى لخشينا الا ناكل ولا نشرب، لكن اللي يدبره عظيم رب هو رب العالمين. ولذلك نحن في حاجة مع مروجي التشاؤم أن نوقد في الظلام شمعة وأن نقول الفجر قادم وأن ننظر في في ظلمة الليل وعتمة الليل أن أرتقب هناك هو ظلام لا أرى إلا ظلام، لكن عندي يقين أن الفجر سينفجر نوره وعندي يقين أن الله أرحم بعباده من بعض عباده الذين نقلونا على على النقالات ولا زلنا نمشي على الأقدام لذلك ما هو الفأل؟ أجمل تعريف الفأل يا شيخ عبد الله هو توقع حصول الخير في المستقبل والتوقع أحيانا يقول واحد علمني يا شيخ تعال تعال يا المتفائل تعال شوف يا شيخ البترول نقص ها الأمراض تنوعت الأوبئة فسورية اخواننا في في فلسطين ويبدا يحدد يعدد لي قلت انت المآسي طيب لماذا لا تعدد النعم؟ انت الأنس... هو اخذ جانب واحد فقط ولم ينتبه الى الجانب الاخر هل الذي في الكون يعرفه الله؟ اسف يعلمه الله لان الله يوصف بالعلم لا يوصف بالمعرفه لان المعرفه يسبقها جهل، هل كان يعلم يعلمها الله؟ نعم، شاءها ارادها قضاها قدرها نعم، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ عدد يا اخي بدل ما تعدد علي النكبات، عدد النعم التي نحن فيها. يا اخي انت في نعم لا لا تستطيع ان تحصرها. توقع من الله كل خير. ان القران كله فأل كتاب انزلناه اليك مبارك. الفأل من اول ايه بسم الله استعين بالله لا بحولي ولا بقوتي ادخل في هذا الامر انما بحول الرحمن الرحيم. فأل يعني انا محفوظ خايف بوابه الفال تبدا من البسمة من اول بسم الله بسم الله استصحاب العبد استعانته بربه استغاثته بربه توكله على ربه معنى بسم الله الرحمن الرحيم لا بحولي ولا بقوتي ابدا هذا الامر انما بحولك يا رب العالمين يا شيخ اللي معه ربي يضيع يا شيخ اللي معه ابو ما يضيع كيف اللي معه ربي يا اخي الحبيب اللي عنده رصيد في البنك يقول انا مامن مستقبلي مع انه يمكن يروح للاسهم وتروح كلها معليش ها وممكن يقول انا قوه ويمكن يحلل ويلقى مصايب لكني اقول تفاعل معليش انا لا اريدك لكن لكني اريدك مع الله كيف نثق في الخلق ونثق فيما اعطينا من الخالق ثم الخالق نفسه لا نثق فيه القران كتاب فاعل بسم الله وبعد لاحظ اقرا الايه التي بعدها الحمد لله رب العالمين المتفائل ترى ما ينظر للنعم ينظر للنقم الله يقول له من اول القران كتاب فال الحمد احمد الله على نعم ظاهره باطنه خفيه كم تبيع عينيك يا اللي تتضجر كم تبيع العين مليار اكثر تقول والله كنوز الارض اذا انت غني انت كنز يمشي على الارض لماذا لم تحمد الله ليه دائما تنظر الى نعم غيرك وما نظرت نعمك اسلامك كم تبيعه به, به ما تبيعه دينك اغلى اذا انت كومه من, من النعم تتدحرج على وجه الارض احمد الله والحامد متفائل لانه يحمد على نعم اتت ويستقبل نعم قادمه مش نقم, مش نقم. لا ينتظر الجزء. الله جل وعلا عبوديته للخلق مبناها الرحمة أول آية الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم قبلها بسم الله الرحمن قال بسم الله المنتقم الجبار إنما قال الرحمن الرحيم حتى يطمئن عبده حتى يطمئن عبده يا أخي كتاب فأل اطمئن لكن إذا أنت بتطمئن وتترك العمل مالك يوم الدين ها ترى في يوم نحاسبك فيه ولذلك توازن أيها المؤمن فالفأل كتاب الفأل أيضا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى يا سلام يعني مع القرآن هداية سبحان الله سيرشدك الله واصل يا شيخ معنا واصل في ذلك اقرأ آية في سورة البقرة ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات يا ستير وكل بني أنثى لا بد أن تنقص نعمه وأنت أنت يجب أن تنتظر ابتلاء الله لك لكن بلاء الله له وجه جميل في الفأل أن الله إذا أحب عبدا أصاب منه ويبدأ القرآن يرمم القلوب المتصدعة ويبدأ يبدأ القرآن ينبت في القلب ربيعا اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ما معنى ربيع قلبي أن تستوي عندي عطاؤك وأخذك لأنني سأحمدك في الحالين الحمد لله رب العالمين ولاحظوا أحبابي إنا لله وإنا إليه راجعون تحتاج محاضرة ما التوحيد؟ العبد إذا إذا قالوا ذهب قدم قدم من أقدامك أو قطعت أقدامك سبقتني إلى الجنة أبنائي سبقوني إلى الجنة الملتقى الجنة لما؟ لأن هذه الدار ما رضيها الله لمحمد عليه الصلاة والسلام فكيف يرضاها لي أنا؟ ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون لا بد من الفتنة والبقى. وهنا هنا فأل أن في الدنيا كل الأخذ إعطاء لأن اللي يأخذ منك هو اللي يعطاك يا شيخ ولياخذ منك ينتظر يريد ان يسمع ماذا تقول قبضتم فلذه عبده ثمره فؤاده قالوا نعم قال ماذا قال قالوا حمد حمدك واسترجع قال ابنوا لعبدي بيتا في الجنه وسموه بيت الحمد صبغه الجنه تنسي الام الدنيا لذلك انا متفائل لاحظ يا شيخ في كتاب في القران قصص الانبياء كلها تفاؤل كلها وخمسين سنه يا اخي مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما يا أخي شل الأمل هذا يا شيخ تسعمية أن تسعمية وخمسين يوم ما أعطيناها مهلة لأبنائنا ولا ل... يوم واحد نبدأ نتقاعس مباشرة نعم سنة. وبعدين يقول الشرع على اللي يدعوكم ولا ينصحكم ها سنة. وخلاص يولي يقزز ويرجع وراء طال طيب عمرك ما, فيه... فيش فايدة سنة. وهنا يأتي الشيطان فيفسد على القلب الأمل جميل وقبل أن ننتقل نقطة هذه قصة يوسف هذه مهمة عزاء كل مكروب وكل مظلوم وكل من ابيضت عينه من الحزن وكل من قال طال ليل الالم سبحان اقول له اقرا سوره يوسف والله انها رساله من الرحمن الرحيم الى عبد تضجر وتصحر قلبه تاتي البلسم لذا اقراوها بتدبر اعود الشيطان الرجيم من مكائده ومن خطواته لا تتبعوا خطوات الشيطان مكائده ولذلك قال فبعزتك لأغوينهم لا أجمعين الشيطان الرجيم ترى من زمان يشكل منتخب الذاهبين إلى النار ها لأغوينهم لا أجمعين إلا عبادك ها من كيده ومن أكبر ما ابتلينا في هذا العصر من كيده هو التخويف ها فلا تخافوهم وخافون ولذلك لأقعدن لا لهم صراطك المستقيم لآتينهم لا من بين أيديهم العالم اللي دائم بعضهم يقول يا شيخ أعيش فرحة قلبي يكاد يطير سعادة ساعة بعدين يعود من جديد وأنقلب أنظر للدنيا من سوداء أنظر بحزن في صدري حزن يا شيخ والله لا أدري ما سببه المال موجود الزوجة موجودة البيت موجود الوظيفة موجودة الصحة موجودة الدين موجود لكني حزين إنه عدوك عندما يعيش الإنسان جنة الرضا والسعادة والرضا على الله عند أخذه وإعطائه يأتي الشيطان لي روحه ويجعله متشائما الشيطان دائما من كيده ها حتى لو بتوب أنا قال أنت ويا وجهك تتوب وش كم سوي البارح ماذا فعل؟ يبدأ يذكره ويبدأ يذكره وبعدين يضع دائما الاحتمالات السيئة الحبيب يقول من قال هلك الناس فهو أهلكهم وفي رواية أهلكهم هو دائما يقول ضاعت ما في فائدة الدنيا وسياتي وحتى ان بعضنا ينظر الى السماء متى سينزل سخط من الله او عقوبه او اعصار يا اخي الله ارحم بي من امي ويوم القيامه لو قيل لك يحاسبك الله ام تحاسبك امك والله ما تختار امك يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه فانت حتى امك ما هو ارحم بها منك بك منها ومن هنا احبابي كيف نتجاوز هذا هذا يحتاج الى خطوات واهم خطوه وإن شئتني أن أدلف إليها لا يمكن يجتمع اليأس ولا القنوط ولا الخوف ولا الاكتئاب ولا التشاؤم في قلب عرف صاحبه ربه جل وعلا <applause> اللي يقول أني أعرف الله أقول ما معنى الله الله علم على الباري الاسم الذي تتبعه الأسماء هو الله الذي لا إله إلا هو الملك هو الله أه. <applause> هذا العظيم تصدقون بعضنا ما يعرف معنى الله مشتق من ماذا غاية الحب مع غاية الذل غاية الخضوع شيخ سبحان الله العلي العظيم ومما زادني شرفا وتيها وكدت وكت باخمصي اطا الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي العبوديه الجميله هذه الله اذل له في غاية الذل والحب والتعظيم اذا بعضنا لو تقول الصمد ما معناه؟ التحيات لله والصلوات والطيبات، كيف تكون التحيات وكيف تكون صلوات وطيبات؟ البعض يقراها من من 20 40 60 سنه ما عرفها، نحتاج ان نعرف الله. ولو لم يكن في الحلقه من اراد ان يتفاءل فليعرف ربه لان معرفه العبد ربه اصل الاصول وهو اول سؤال في القبر. يقول انا قلت امس في لقاء أو في, في الأيام الماضية في لقاء عندكم في قطر الخير قلت لهم يا أحبابي يقول شايب لي يا شيخ يا أخي العلم انتم عندكم علم كثير لكن الله مو بسألني إلا عن منهج ولا ابتدائي من ربك ما دينك من نبيك وانتم رحتوا في العلم وابحرتم وابعدتم وسؤال القبر مكشوف والاجابه معلومه والرسوب كثير يا شيخ قلت لا الرسوب لا تتشائم الناجحين كثر لذلك اقول اعرف ربك باب السعاده سر الاسرار في السعاده والتفاؤل ان يكون الله عظيما في قلبك تحبه وتخافه وترجوه. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سالت فاسال الله، يعلم التوحيد حتى لا يمكن ان ييأس انسان يعلم انه اذا احتاج امر سأل الله ما تكفى يا دكتور، يا اخي الدكتور يموت مثلك يا اخي، والدكتور يعطيك سبب للحياه لكن المسبب اين هو؟ لذا نحن نحتاج لكي نتفاءل إلى أن نعود من جديد لنقرأ من جديد كتاب الله وسنة نبيه احبابي إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة كم مرة جلست مع التسعة وتسعين تعرف المعنى وتتدبره وتسأل الله به ولله الأسماء الحسنى فادعوه وادعوه بها يا حفيظ خلاص حفيظ يحفظك يا رقيب ما يمكن يفتح دبليو دبليو دوت زبائل وهو عارف انه رقيب وهكذا حب الله يجب ان تحبه لماذا؟ لان ما بكم من نعمه فمن الله يا اخي شكرنا الكون كله الا من خلق الكون ومن هنا سلط الله علينا بعض الهموم في نفوسنا تربيه الابن وتربيه النفس على حب الله اكثر من حبي للماء البارد على الظما الماء البارد اذا دخل على ظما له لذه لا يمكن تترجم ولا تكتب لكنه يعبر أحيانا بدمعة في سجدة ويا رب وأنت تعلم أن الناس لا يسمعون لكن السميع البصير لأنك تعرفه بسمعه وبصره سبحانه بصفاته فتدعوه هنا يمتلأ القلب إيمان وإذا امتلأ القلب حبا للديان والله ما يجي في صحراء ولا يمكن يدخل فيه الهم ولا يتشاءم يا أخي الإنسان إذا علم أن الكون ليس مبني على صدفة يدبره العظيم يا مدبر دبرني يا ربي إني لا أحسن التدبير فدبر حالي هنا تطمئن وبعدين للمعلومية التفاؤل نتائج غير منطقية دائما إذا كان في الله يقول يا شيخ الأسباب اللي أمامي يقول ما هذه لا توصلني إلى الهدف الذي أريده ما ما في كيف كيف يجيني ولد يا شيخ عقيم اقرأ قصة زكريا في القرآن اقرأ إبراهيم إبراهيم عمره تسعين فأنت وهبنا له إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب سبحان الله يا شيخ نعم يا اخي واحد مريض 18 سنه يتفجر جسده قيح والام ويرفع عين ربي اني مسني الضر ثم يا اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب واتيناه اهله ومثلهم معه ليه؟ نعم العبد انه اواب. يعرف ربي ما يعرف طبيب هو يعرف الله لذلك لا تقعد تقول لي يا شيخ اقنعني يا اخي في غيب الذين يؤمنون بالغيب قدمها الله على إقامة الصلاة ألف لام مين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب أين الإيمان بالغيب ولذلك يا متفائل أنا ما أثق في الأسباب ولا أثق في ظروف ولا في عالم اليوم أثق في مسببها سبحانه الملك الحي القيوم الذي إذا أراد للشيء أن يكون قال كن فيكون ويعلم الشيء الذي لم يقع ولم يكن لو كان كيف يكون علمه لا يسبقه جهل وهو الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء منها غير قناعاتك هذا منطق يعني غير قناعاتك لأن عندنا بعضنا يا شيخ قناعات فاسدة منتهية الصلاحية ولا زال يتجرعها وربما أخذها كابرا عن كابر يعني أخذها كابر عن كابر أخذها كابر عن كابر ويقنع الناس بها ويقسم عليها كأنها وحي مقدسة وتجد يا أخي يوم, يوم شاب ودوه للكتاب اي نعم في ناس شابة ودوهم الكتاب وصاروا علماء وفي في نوابغ ما نبغوا إلا بعد ستين يا, يا شيخ ما الزواج شر لا بد منه لا يا حبيبنا الزواج نعمة وجنة وخير أنت فاشل في الزواج غير قناعاتك حتى تتغير مثال الأبناء ما فيهم خير أحدهم يقولون له أبشر بولد قال بشروا الفسقة بصاحب جديد الله بالله يا مسلم يا أخي إيش قال أبناء اليوم ليس فيهم خير ومن هنا يرزق هذا على فأله الذي ولذلك تفاءل بالخير تجده أو تفاءلوا بالخير تجده وإن كان لا يصح رفعه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فليس بحديث لكن معناه صحيح معناه صحيح تفاءل بالخير تجده ولو لم تجده فتقول ما عند ربي خير وابقى غير القناعات يعني وليس ولهذا احبابي معظم التشاؤم من تركيبه متشائمه داخل النفس لأن العبد على العنصر الأول لما لم يعرف الله بدأ الشيطان يعطيه الأوردر أو يعطيه الطلبات حقق هذا هذا أصلا مقدمة الأولى مقدمة ثانية النتيجة لابد لا يا أخي الحبيب في مقدمات ما تجي لها نتائج لأن مقدماتك أصلا خربانة فاسدة عدل المقدمات حتى تأتي النتيجة صحيحة غير قناعاتك وقل سأحاول أكثر من مرة وقل الله أراد بي خيرا وقل يا شيخ لربما هناك باب لم ينفتح واحد واقف عند باب انا اعطيتك يا شيخ عبد الله عشرين مفتاح وقلت افتح الباب فقلت المفتاح موجود قلت انا اظن ذلك ماذا ستفعل ستجرب فتح لا الاول الثاني الثالث الثانية. اواصل يا شيخ اواصل لاني يجيني يمكن يجي المفتاح الاخير ويمكن ما فتحته لكني حاولت ارتاح نفسيا اني حاولت ان افتح الباب لكن بعضنا لا يقف يبكي عند الباب يا, قف يا يا اخي لان توقد شمعة في الظلام خيرا من ان تلعن الظلام الف مرة وهذا مثل عند اهل الصين ولذلك حاول بتغيير القناعات ما في فايدة هذه التي تدمر الانسان في العمل اجلس وين رايح انت ما في ما في فايدة يا اخي بقدم على الجامعة من جديد ابدا يا اخي ما نفع الطبيب هذا جرب طيب طيب ثاني لا يا اخي وهو لذلك في ابواب موصدة في حياتنا ما نتفاءل بعدها مع أن بصيص النور خلفها لأننا لازلنا مكبلين بقناعة مد رجليك على قدر الحافك طيب ليه ما أخلي حافي على قدر رجلي ولذلك يا شيخ أن نقول لواحد أن تنتظر فرج الله خير من أن تنتظر سخطه أو تنتظر مصيبة قادمة أن تقول نعم نحن لا نستحق نصرة الله لكن الله أرحم بنا من أنفسنا هو العظيم سبحانه هو الكريم يا شيخ يا جمال يا اخي هذا مثل اللي قلناها اليوم في الدعوه تقول يا اخي صلي جمعا الله بك في الجنه يختلف عن صلى الله يجعل والا الى النار وبئس المصير شوف المنظر هو طبعا لما ما يصلي قد يصل للنار لكنك ان تبين لي انك محب لي تفاءلوا بالخير هذا لان الحبيب كان يعجبه ولان الانسان غالبا يتحقق له سبحان الله ما كان ينتظره من الله لانك يا اخي تنتظر من الله كل خير، لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله. من الخطوات العمليه والاستراتيجيات المهمه في صناعه الفال ان تغير البيئه المحبطه اللي تثبطك. المريض هذا الذي لا يرى في الكون الا الظلام ولا يرى في الكوب الا النصف الفارغ والذي لا يقع كالنحله على الزهر. انما اكرمكم الله كالذباب لا يقع الا على سوء، هذا المجالسه له تعدي اذا كانت الاوبئه تعدي والادواء والامراض بعضها يعدي وان كان المرض لا يعدي بنفسه لا عدوى ولا طيره لكن قد قد يدخل صحيح على سقيم فوالله ف ان اكثر ما يعدي في هذه الازمان ديوانيات ومجالس ومقاهي واحد من الناس جالس هناك وللمعلوميه ترى المتشائم لو راى وجهه استعاذه هو من وجهه سبع مرات. ولذلك يقولون المتفائل دائما ينطبع تفاؤله على صفحه وجهه مبتسم خير دائم خير دائم تلاحظ قديما كان الاباء والاجداد خيره ودائما الاب يقول يا الله يا الله عسى ما تكره النفس خيره يا سلام سمعتها من ابي وامي كثيرا يعني اللهم اجعل كرهنا لبعض الامور هو الخير الذي الذي انت تعدنا به ولذلك دائما كما قال بعض اهل العلم لو ان الله أنزل لك أو كشف لك سجف الغيب والله لا تختار لنفسك إلا ما اختار الله, الله أكبر لك لأنه الحكيم لأنه الرحيم هو العظيم سبحانه ولذلك رب العالمين رب العالمين هو يربيك ألا يعلم من خلق هو اللي يربيك ولذلك لا تجالس أولئك الذين يقنطونك يصحرونك يدعونك متشائم غير البيئة ولذلك أحبابي ترى ما يحب بعضنا في بعض الناس مكروه أحدهم يقول لي يا شيخ أنا دائما يا شيخ إذا دخلت الناس يبتسمون يقطعون البسمه. إذا كانوا يتكلمون يسكتون. أريد أبني صداقات ما أستطيع. قلت خافك الله يحفظك معك النار، معك كبريت وتوقد في قلوبهم الآلام. قال لا بس أنا أحلل اقتصاديا أحيانا وأحلل سياسيا قلت إذا لا النتيجه لم ينجح أحد. اقتصاديا ولا يقول و... يقول الاقتصاد جايتكم النكبات والبترول بيطيح بسم الله والدخل سينقص والعلاوات ستزول بسم الله واما اما السياسه فوالله انهم ينوون وخططهم القادمه هي ان ياخذوا الارض الفلانيه ثم يدمروا الأرض لا وعندهم صواريخ توصل على بيوتكم اعوذ بالله من الشيء يا اخي ما تروح تروم ازين رح يا اخي توضوا صل ركعتين ونم جلوسك مع جميل. هذا والله يا اخواني ينقص العمر لكن لو جلس مع واحد وبشرك نحن بخير ولا زلنا بخير والعاقبه بيد الله وهو ارحم بنا من انفسنا ووالله لا ارجو من الله ما ارجو من الله الا خير لا يا اخي احسن الظن بالله ولذلك قال الله في في الحديث انا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي ما شاء. دخل الحبيب على اعرابي اعرابي كبير على اعرابي كبير فقال له طهور إن شاء الله كبير والحمى تحرك أواصره طهور طهور لاحظ كلمة جميلة يعني أن هذه الحمى تطهر ذنبك ثم يعقبها العافية قال طهور بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور أعوذ بالله من الشيخ قال إذا هي 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 كذلك هو من يضع نفسه في هذه الدنيا لما خرج الحبيب سمع صياح أهله مات رحمه الله نعم طهور يا اخي ما تدفع القضاء لكن تجعلك مبتسم كثير من الاطباء هذه الازمان يقولون بان كثير من الامراض الادواء الصحه النفسيه والصحه البدنيه دمرها توقع المرض الخوف من من المرض ترى بعضهم مريض الان ما راح يسوي تحاليل ليه؟